الحجاجي محمد رئيس جمعيه الامل لمرضى السكري، اليوم تنحتفلوا باليوم العالمي داء السكري اللي جاء تحت شعار للحد من مضاعفات مرض السكري. كما تتعرفوا ان مرض السكري مرض قاتل صامت اللي جعل ان الجمعيات تكتف واحد العدد كبير من الحملات الطبيه والتوعويه والندوات للحد من المضاعفات. هذا البرنامج داخل في هذا الاطار. هذا كما تتعرفوا ان الكشف المبكر على مرض السكري ومعرفته جيدا يقين المضاعفات، وهذا الدور الاساسي اللي اختارته الجمعيه باش يمكن تلعب هذه الرساله تبلغ جميع شركائها الاستراتيجيين باش الحد من المضاعفات. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.